وصفتنا لليوم بيتزا شاورما، جدا طعمة وخطيرة. للعجينة حليب، خميرة وسكر وأقلبهم، زيت زيتون والدقيق، وأبدأ بالعجن. أسيب العجينة ترتاح وأبدأ بتجهيز الشاورما. صدور الدجاج، بهارات، عصرة ليمون وزبادي، وأقلبهم وأنزل الشاورما على صاج حار وأقلبها. بعد ما العجينة تكون ارتاحت أفردها وأنزل عليها صوص البيتزا والشاورما والبطاطس المقلية والفلفل الرومي اختياري، وعلى الفرن لمدة 7 دقائق. بعد ما طلعتها أرش جبنة، وبكده استوت. أرش عليها من صوص الطحين، هكتب لكم مقاديره كامل، وشرايح المخلل ورشة من السماق، وأقدمها. وبالعافية عليكم.